السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم متابعين قناة فيوتشر كوين وقناة بيتسي وورلد عالم بيتكوين. فيديو جديد عن عملة الـ ARB دوج او الـ AI دوج. هاي العملة اصدقائي حاليا تحت التدقيق من قبل سيرتك، وعندي اخبار مهمة عن تحديث الموقع، وعندي اخبار مهمة عن كوين ماركت كاب. اما بلش فيديو اصدقائي، بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. ولا تنسى تنضم لقناتنا على تليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود كمان في بيان القناة. خليكم معنا لنهاية الفيديو حتى تعرفوا اخر اخبار عملة الـ AI دوج. طبعا اصدقائي، اولا ارتفعت العملة اليوم بنسبة 20% ووصلت لسعر 0.9031. هاي العملة حاليا بعدد قطع يتجاوز 210 كوادرليون قطعة، يعني 210,000 تريليون قطعة. ماركت كاب 62 مليون دولار، وعندي الفوليوم اليومي 45 مليون دولار. طبعا عندي تحديث مهم على موقع الـ AI Dogecoin. بعد ما اعلن الكوين ماركت كاب عن التحذير اللي تكلمنا عليه بالفيديو السابق، اليوم تم تحديث الموقع، راح يتم فتح الـ AI كود. طبعا راح يتم طرح الـ NFT والمنصة AI Fi. راح يتم طرح هاي المنصات بالتحديث الجديد على الموقع في الساعة 12 ظهرا في توقيت العالمي في يوم 28 ابريل، يعني اليوم 12 ظهرا عم يعملوا على تحديث الموقع، وراح يتم فتح الـ AI كود، وراح يتم فتح الـ NFT الخاص بالـ AI دوج. طبعا راح يتم الغاء ضريبة الحرق، ما يكون في ضريبة حرق نهائيا، وقالت الفريق العملي لا يملك اي قطع. وطبعا قال فريق العملي انه لا يوجد ضريبة حرق ولا يوجد قطع لفريق العملي، التيم الخاص بالعملي لا يملك اي قطع من عملة الـ AI دوج. طبعا حاليا العملة تحت التدقيق من قبل سيرتك، الى حد الان درجة الامان غير متاحة لان العملة تحت التدقيق. خلال يوم او يومين راح يتم طرح البيانات كاملة. عندي 38 نقطة بالتدقيق بالعقد الخاص بالعملة مبنية على شبكة الاربيتروم. 15 من نقطة من هاي النقاط تم حلها وتم التدقيق والفحص، وهاي النقاط طلعوا ايجابيات جدا لعقد العملة. طبعا باقي تقريبا 23 نقطة قيد التحقق وقيد المعالجة. مجرد ما يتم انتهاء من التدقيق بشكل كامل راح يتم اظهار نتيجة الامان. مثل ما نشوف انه عملة الدوش كوين وعملة لونا كلاسيك وهي العملات بيطلع لك درجة الامان من 90 فما فوق، فممكن هاي العملة تحصل على هاد الترتيب او هاي نسبة الامان، لكن عدد القطع كبير جدا وما بتوقع يصير عندي ارتفاع كبير بالعملة بسبب عدد القطع اللي بتجاوز 210 كوادرليون قطعة. طبعا انا بالسابق تكلمت بفيديو وقلت انه عدد القطع 210 تريليون قطعة، لكن للاسف كنت مخطئ وعندي خطأ بقراءة الاصفار، لهيك عدد القطع هي 210 كوادرليون قطعة، يعني 210,000 تريليون قطعة على الكوين ماركت كاب. لكن عندي تحذير من الكوين ماركت كاب انه فريق الكوين ماركت كاب لم يقوم بالتحقق بشكل كامل من عدد القطع، يعني اذا كان في عدد قطع او قابل للصك لحد الان غير معروف، لان الكوين ماركت كاب او فريق الكوين ماركت كاب لم يقوم بالتحقق من عدد القطع بشكل كامل. الفوليوم بحالة ازدياد والعملة عم ترتفع بشكل ملحوظ 20-30% رغم انخفاض سوق الكريبتو، والعملة بتقدر تتداول عليها كثير منصات، اهم منصة بينج اكس، الرابط رح تلاقيه موجود اسفل الفيديو. العملة رح تدعم الـ NFT ورح تدعم منصة الـ AI Fi اللي هي شبكة ديفاي او منصة خاصة بالديفاي لعملة الـ AI Doge. وطبعا كثير ميزات تانية رح يتم طرحها خلال الايام القادمة. اما لازم نتأكد من سلامة درجة الامان الخاصة بالسيرتك، لان السيرتك طبعا موقع موثوق لتدقيق العقد، طبعا اذا كان في اي خلل بالعقد فيرجى الابتعاد عن التداول بهاي العملة. اصدقائي، نكون وصلنا لهذا الفيديو، اتمنى الفيديو يكون نال اعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك الجديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.